انا عايز اقول لكم اللي انتم شفتوه دلوقتي بكل تاكيد هينعكس على الصيادين طول الطريق. واحنا جايين شايفين مراسي، واحنا دلوقتي موجودين في مراسي الحريه، وبدا الصيادين بينزلوا بالمراكب بتاعتهم عشان يصطادوا. يعني لسه ساعات الصباح الاولى، يعني لسه الناس شغاله ولسه بتنزل وبيرموا الغزل والشبك دلوقتي. فالتطوير اللي بيحصل ده بيكون انعكاساته كبيرة جدا على الناس اللي موجودة في هذه المنطقة واللي بيعملوا في هذه المهنة، وتحديدا الصيادين. خلينا نعرف الصيادين استفادوا ايه من خلال هذه الاعمال اللي تمت بالفعل في تطوير ميناء رشيد وفي المراسي بشكل عام. معانا الحاج سيد احمد حميدة، شيخ صيادين برج رشيد، منورنا. صباح الخير عليك يا حاج. صباح الخير يا فندم. ازي حضرتك؟ الحمد لله تمام والله. يا صباح الخير عليك. صباح الخير يا فندم. احنا كنا بنتكلم عن الميناء وقد ايه تم استثمار الميناء، وازاي 600 مليون جنيه اتصرفوا على الميناء، 12 مبنى، 850 متر، حاجه يعني ما فيش بعد كده. لو قلت لي ده ممكن ينعكس اصلا على الميناء الاول ازاي، وبعدين ينعكس على الناس الصيادين ازاي؟ والله هو الميناء المتواجده بين رشيد وبرج رشيد اتخليت عليها بناء عليها عن عماله، وهتبقى موجوده لان هتكون فيها بنزينه كبيره ومصنع تلج ومصنع المعلبات ومصنع للشباك، وفيها مبنى للسماء البحريه، وهتبقى اصلا فتحه خير على برج رشيد، اهل رشيد وبغاز رشيد عامه، لان بغاز رشيد يضم محافظتين، محافظه كفر الشيخ ومحافظه البحيره، فده اكبر بغاز تقريبا على مستوى الجمهوريه. واذا توجدت الميناء توجد مصلحه لاهل البلد اصلا، وبناء على توجدت الجهه العمرانيه في البغاز اصلا بتطهر البغاز، وباسم الصيادين بدا يتذكر بسبب الميناء ديت لسياده الرئيس، ودايما على طول سياده الرئيس بيبلغ ان لازم الخدمات للناس وبالذات الصيادين. اول مره تحصل من فتره طويله من الرسائل اللي فاتت ما حدش بيذكر اسم الصيادين ده، سياده الرئيس على طول في اجتماعات مع رئيس الهيئه ان يعني لازم قطاع الصيد ينهض لاعلى مستوى، وكل خدمات الصيادين لازم تكون موجبه، وده احنا بنسمعه فعلا والله، وده اللي على ارض الواقع بنعرفوه. والميناء اصلا هتبقى خير ليبا لان هتتحكم فيها كل الصيادين، وهيبقى فيها ايه المكون البنزينه موجوده، بنزينه كبيره ومصنع تلج كبير ومبنى للسلامه البحريه ومصنع للشباك، وفي ناس هتشتغل اصلا، لان الميناء دي حواليها بمعنى اللغه الدارجه بقى فيها مرمشه حواليها، هتلاقي كل انسان مرمشه دي بتاعتكم. يعني ايه بقى مرمشه؟ يعني اي حد ممكن يكون تعبان اقتصاديا هيروح هيلاقي باب رزق في المنطقه ديت، ياخد فيها حركه، فيها حركه طبعا. وفيها اصلا مكان تغليف السمك، لان اصلا في نوع من السمك بيحب يصدر. طب ايه هيصدر منين؟ ولا الصيادين الغلابه يعرفوه زين؟ اذا ما توجدت المينا هيعرفوا نوع السمك ده ممكن يكون مصدر النهارده او بكره او الاسبوع اللي فات، بيجي مبلغ للصيادين كويس، بيستنفعوا الصيادين، وكده كده بتيجي عمله صعبه للبلد. وانا كشيخ صيادين امس الصيادين احب العمله الصعبه تخش البلد عن طريق اي نوع سمك بيصطادوا الصيادين. طبعا دوت لابد الانسان يكون بيحب لاهله واهل الصيادين والبلد يحب لها الخير، وهو هيكون هيعرف من الصيادين او يودي سمكه اللي هو يصدر لبره، يكون الفلوس اكتر شويه من السوق المصري، هيجي له مبلغ حلو، وكده كده هو هيجي له مبلغ حلو اكتر حتى من السوق المصري. احنا نتمنى يبقى المصلحه متبادله، الصياد يجي له والبلد استفاد، ويبقى الامور اي حاجه يبقى الصياد عارفها، ما يبقاش مغموضه عنه، لان الاول اذا مش كانش المينا موجوده ما كانش حد يعرف النوع ده بيصدر، كان بعض الناس بتلم السمك تصدره في اماكن اخرى، لكن المينا توجدت في رشيد، كل حاجه هتبقى كل حاجه في مكان رشيد. لا، لان اكتر حاجه احتاجوها الصيادين مصنع للشباك موجود في المين، اكتر حاجه يحتاجوها الجاز والتاج. ده اللي عايز اكلمك عنه. انت شيخ صيادين، المفروض بتتكلم مع الصيادين وبتوصل صوتهم، مظبوط؟ طبعا طبعا. وبتشوف ايه مشاكلهم وتشوف ايه احتياجاتهم كانت ايه الفتره اللي فاتت؟ والله الفتره اللي فاتت هو كان يعني كان في ضائقه بتخص يعني ضائقه يعني عالميه، الحمد لله طلعنا منها الفتره ديت، لان كانت جت كورونا وجت حرب اوكرانيا ديت اثرت طبعا على الوضع اللي كان بيستورد من الخارج، لان الوضع كان اتازم شويه، فالحمد لله احنا عدينا منه وتوجدت كل حاجه هم كانوا عاوزينها. طبعا هم بيطلبوا الصيادين عباره عن بيطلبوا مثلا الغاز، اهم حاجه عندهم مصنع للغاز الصيادين، اهم حاجه عاوزين الشبك. اهم حاجه يخصهم الشبك، لان في حرفه الصياده لو ما جددتش الشباك ديت كل سنه بيحصل بطء في حكايه الصياده، بيبقى الصياده قليله من النسبه لها، لان الغاز دي بيبقى الخامه بتاعته كانت انحلت. ايوه، فهم اكتر حاجه بيحتاجوها الغاز، لابد مصنع للغاز، وهو موجود في الفعل في المين، مصنع للغاز هو موجود فعلا في المين، مصنع للتلج
مصنع للسرق، هو يعني بنزينه في المينا موجوده، هي موجوده بالفعل. يعني ما يحتاجوش دلوقتي، ما يبقوش قلقانين اللي ما يبقاش فيه موجود. طب اصبر عليا بقى يا حاج احمد. انت بتقول لي محتاجين مصنع للغزل. احنا دلوقتي عندنا اصلا ورش تعمل غزل في اماكن متبعتره، ولا اصلا ما عندناش واحد ولا اتنين هم اللي شغالين؟ لا احنا عندنا مصنع، احنا كان عندنا مصنع عشر في اسكندريه، احنا عاوزين يبقى مصنع الغزل متواجد في اهل رشيد. جبنا المصنع وحطيناه عند رشيد، وجبنا الناس اللي شغاله فيه هتشتغل فيه، وابتدينا ندرب ناس بعدها مع الصيادين. وبعدين هتحتاج ايه تاني؟ وبالنسبه كمصنع كالغزل، طبعا احنا دلوقتي المراكب اللي الناس بتشتغل عليها او الصيادين بيشتغلوا عليها كانت خشب واصبحت حديد. انا اتمنى من اي المسؤولين ان هو يعني حكايه عشان الراجل يجدد برضه، لان هم مصر والرئيس دايما بيحس ان هو يخاف على المواطن. فالمركب مثلا بيبقى 20 سنه 25 سنه بيحب جدتها، لابد يبقى في النقطه ديت يعني عند المسؤولين وعند السلامه البحريه، وزي ما زي السط الرسمة بيوجه ان مثلا لما يجي يعمل مركب تاني ما يبقاش الحديد، يعني الحديد على طول عاوز يبقى فيه كلام عليه انه ما يعلاش فتره عشان الناس لما تيجي تعمل مركب ما يبقاش غالي عليها. بس النقطه دي برضو لان يتعمل بقى ياخد الحديد بيبيعه خرده مراكب وتتعمل تاني لا 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 دايما في عندنا مصنعين اهو دلوقتي، وعندنا ناس شغاله في مكانين. صح كده، ايد عامله ايه ثلاثه عد معايا. بالنسبه طبعا للنقطه ديت، طبعا كل الاجراءات الثانيه عندنا طبعا مشاكل اللي طارئه مثلا نوات او حاجه زي كده، الحمد لله دلوقتي بقت الارصاد على طول بتبلغ اما يكون في نوات او في حاجه. عظيم. بتبلغ ما تطلعوش ما نطلعوش. وحتى بيساعدنا قائد مكتب حرس حدود موجود هنا اما يكون في حاجه، حتى بيبلغ للناس مثلا لما تسرحش او يجي له بلاغ بيكون خايف على الناس. كل التنويهات دي في المينا الجديده؟ ايوه في المينا، او هتبقى في المينا وهي بتبقى متواجده، بتبقى قبلها الامور مسيره عشان ما تيجي المينا يبقى كل الامور تكون الامور كل مظبطه. ايه انواع السمك اللي بتصطادوه حاجه سايب؟ والله احنا انواع السمك يعني بالنسبه كبحر مالح وبحر احمر، احنا بالنسبه اتكلم على البحر الابيض المتوسط، واكتر حاجه بيصطادوها هنا مثلا ممكن اللي هي الفاتوره والسردين والسردنه. بالنسبه كشنشل احنا عندنا كذا حرفه موجودين في البحر الابيض، تعد الجر والشنشله والكنار والصنار. الجار بيجيب سمك معين، الشنشله بتجيب سمك معين. دي ادوات صيد يعني؟ لا دي حرف صيد. يعني المصطلحات جديده بصراحه. الحرف الصيد ديت بتقسم الى ثلاث حرف موجودين في البحر، يعني مثلا هم اربعه بس هم ثلاثه لان الكنار والصنار معظمهم حرفه واحده. عندي مثلا الجار شغلته اللي هو بيجر على الارض، يجيب الجمبرايه ويجيب الصبيطه ويجيب السمك البربون والبرجان ديت كالجار. الشنشله باكتر حاجه بتجيبها اللي هي الفاتوره اللي بنسميها الوزفه ديت، لها شكين كويسين. يعني الفاتوره ديت لما بيكون السمك قليل في السوق الناس بياخدوها بيقضوا يومهم بيها كصيادين كفيها شعبيه كتيره، كترت اكتر من لازم بتتعمل علف لانواع تانية، يعني الحاجات اللي حاجات تانية، فديت لها شكين كويسين. وبالنسبه مثلا كسردين كخنفوش كشخوره دي الشنشله، الاضاءه رخصه الحرفة الشنشله بتبقى اضاءه، اي سمك بيجي عليها اي سمك بتجيبه. وحرفة الصنار والكنار طبعا الغزول اللي هي بيشتغلوا كحرفة واحدة. بالنسبة ككنار والصنار دول بيشتغلوا معظمهم الغزول اللي هي بتترمي على الارض وحاجة زي كده. طيب ايه التطوير برضو اللي حصل في المراسي عايزين نتكلم عنه؟ والله التطوير اللي انت شايفه على الارض الواقع فعلا، يعني انت بالنسبة يعني ما حدش ينكر الموضوع اللي حاصل، يعني كل جهود الدولة في منطقة رشيد بالذات، يعني كمواطن في أهل رشيد اللي نشايفه المراسي وموجود والمينة اتعملت يعني كحاجة مكبرة للموضوع المراسي، يعني المينة دي موجودة يعني ديت هتوفر على الصيادين وأهل مدينة رشيد هنا حاجات كتيرة. وأنا عاوز إيه ما أكون أجمع موضوع المراكب كله في منطقة، اللي يبيع سمكه في منطقة، اللي يجي يمون من مكان معين، جهة حكومية مسؤولة عشان ما يبقاش في تهرب من أي حاجة، أي حد يبقى كل حاجة مسؤولة عن جهة حكومية، ما تبقاش أي حد يعرف يروح هنا يروح هنا يلعب، لا يبقى الحاجة محكمة. محكمة بمعنى ان السمك كله اتباع في مكان، الجاز كله اتاخد من مكان، بيبقى في ثلاجات كمان لحفظ السمك. في ثلاجات، ما انا بقول لك في هيبقى في مصنع التلج، هيبقى في مصنع للمعلبات دي خصوصي لاي حاجه عاوز تحطها انت. زي الثلاجات اللي بيعملوها للبلح مثلا، بياخدوا من البلح في ميعاده ويحطوه في الثلاجات لما يخلص موسم الملاح يعملوه، وهو بيحصل كده
واحنا عندنا اصلا يعني الفتره ديت بدات البحر الابيض نسبه بالنسبه للصياده بتزيد فيه. ليه؟ لان كل الدوله حطت فيها وتبلغات من القاده السياسيه في القاده الرئيس عبد الفتاح السيسي لكل الناس المسؤولين عن الصياده ان يزودوا انتاج الثروه السمكيه لاعلى مستوى، ودوت بالفعل على ارض الواقع. يعني كذا مره اجتماع اللواء حسيني مع السيد الرئيس ووصاه بالموضوع دوت، وهو اللواء حسيني ابلغنا بالموضوع دوت، ابلغنا السيد الرئيس مبلغ ان لازم اي حاجه للناس، لازم الناس كلها كل حاجه هي خير تتعمل لها، كل حاجه بوضع القانون وروح تتعمل لها، وده احنا شايفينه على ارض الواقع محدش ينكره. يمكن اللي انت بتقوله ده هو اهميه التواصل، يعني فكره المينا اصلا كلها في حد ذاتها حصلت من خلال التواصل في مؤتمر المؤتمرات اللي كانت حاصله للشباب في الاسكندريه. ده التواصل جاب فكره كويسه وعمل تطوير. دلوقتي التواصل برضو ان احنا نقول يا جماعه زودوا في الانتاج في حاجه، ده برضو فرق في الانتاج طبعا. يا شيخ احمد انت نورت وشرفت الشيخ سيد احمد حميده شيخ الصيادين، احنا سعداء بوجودك معانا. اهلا وسهلا بيك، صباحك زي الفل. شكرا، الله يكرمك. شكرا جزيلا.